وعندي خبر تعدى في قناه تلفزيونيه به. الناس الكل تعرفوا فيلم عصفور السطح طبعا المخرج التونسي فريد بوغدي، هل يخفى القمر؟ الفيلم اللي عرفنا منش يتكون الحمام بيان سور به. سيد رئيس الجمهوريه السيد الباشي قائد السبسي، تعرفوه اليوم مغروم برشا بالسينما ومش جديد عليه الافلام، مغروم بيهم برشا الافلام ولا ما نقصد في شيء بيان سور، نقصد الافلام هاي كلها سينما، هاي كلها سينما. مشي الايام قرطاج السينمائيه، كان حضر شكون حضر؟ الباشي قائد السبسي. أي. بالحق اي شو بالحق بالعايش بالحق بيان سور، الرجل محب للافلام بطبيعة باش يحضر على الافلام غاديك، ويقولوا لي قص تذكرته به، وقال سر عظيم برشا اللي هو بعد سنوات من صدور الفيلم عرفنا شكون خلى الفيلم يتعدى في التلفزيون التونسيه. نسمعوا الباشي قائد السبسي مع فريد بوغدير مخرج فيلم عصفور السطح. عنده عصفور السطح عاد المجلس، انا كنت رئيس المجلس، انا خدمت بخدمه يعني قالوا له نسقوا نقصوا نقعوا سيبوا العصفور خليه يمشي يعود يمشي يطير سمو طرقوا عليه دونك عطيت من وقتها. ولا الباجي قائد السبسي قالوا خدمت برشا خدم، اخر الخدمه نتاع تاو نتاع شقوق يسكر في شقوق بيان سور، قالوا كنت وقتها رئيس مجلس وانا عطيت النواب عطيت قالوا لي عصفور السطح كيفاش ما يتعداش، وانا عطيت الامر خلي العصفور يطير ولا يعطي الصحه خلينا نشوف انا جينيريك نتاع الفيلم بعد ما نقصوا باش يقولوا اكيد بالسيناريو هو طير الحمامه مش العصفور. خلي العصفور يجنح، خلي العصفور يطير، خلي الحمامه تجنح، خلي الحمامه تطير، خلي العصفور يجنح، خلي الحمامه تطير. امشي نسكم القناه العربيه، في قناه العربية كان ثم حوار سياسي تاع السعودية من يحكيوا على داعش يحكيوا على الإرهاب. سألت المذيعة سؤال غري يعني سؤال مهم برشا، قالت للمحلل السياسي قالت له علاش يعني الدواعش ديما يستقطبوا في السعوديين، شوفوا شنو جاوبها. لكن أن تركز هذه التنظيمات الإرهابية على السعوديين من خلال أفلامها وأشرطتها، ولو مش شريطة تشوف حضرتك الجواز السعودي يركز عليها بشكل كبير، لأنه يسحب استحمار السعوديين مع الأسف الشديد، وهذه حقيقة على أن نواجهها. السعوديون أصبحوا قوية، مشكلة كبيرة جدا نواجهها وهي حقيقة، يعني ما شاهدناها في أفغانستان وشاهدناها في الشيشان وشاهدناها في ألبانيا وشاهدناها في كوسوفو وشاهدناها في العراق اليوم في سوريا. اي والله دونك ياسر استحمار السعوديين، استحمار اي ما تحكوش برشا الاولاد خاطر توينس اكثر من السعوديين في داعش. لا لا يا اذا هما اي في المرتبه الاولى ذهالي اذا هما اقل منا ياسر استحمار وماناش نقولوا علينا احنا. لا خاطر هما جاي من غادي، هو الادبيات هذه جايه من السعوديه اصلا يعني. لا والله استاذ نبيل انا والله ما حبيتها منه هذا شو اسمه هذا بوكوم هذا يعني لا خطيني انا هو قال يعني ما يقول انت يعني وراك تستوضب ولا شيء لا على اساس اذكياء لي غادي ما هو احمر يا بوكوم شفت حاجه عش خويا دين الوهابي اللي عندهم في السعوديه هما ينشروا في الفكر هذا المتطرف اللي قاعد ينشروا فيه في العالم كامل. اي وفما 5000 بلاد شكونوا بلاد سامحني مو مو سعودي وفما 5000 تونسي تاثروا به دونك شنو نقولوا لك هذيك هذيك احكي يا اخي هذه النظره الوهابيه عراضه محمد عبد الوهاب هذا احنا والله ننشرها بعدين ولا هذا فيروج ولا معنا خليجي مندس هون فيروج هذا ولا فيذا اي والله فيروج على الاخر يعني هذا فيروج بالحق هذا صناعه الموت فيروج وعصفور السطح فيذا لما حاجة طير احنا والله نفرح يعني به واضح ايوه اكاو اكاو فو بركه دفو هذه شوي هذه شوي بلاش كلاس شوي بلاش كلاس ولا بلا كنت دي شوي كلاس مع محمد شوي مع شغل كلاس شوي كلاس شوي كلاس ارجع لبقعتك